للدستور يبهر العالم ويوقع الرعب في قلوب الإرهابيين. اخرجوا جميعا أيها الشعب المصري لصناديق الاستفتاء لنري العالم كله شرقه وغربه، ولنري من أراد أن تسيل دماء أبناء مصر على أرض مصر، ولنري من في قلبه ذلك الحقد الأسود الأعمى، لنريهم من هم المصريون، لنريهم من هم المصريون. مرحبا بحضراتكم مرة أخرى، وما زلنا معكم نتابع مستجدات وردود أفعال الشارع المصري وأيضا السياسي على هذا العمل الإرهابي الخسيس. ومعنا على الهاتف دكتور عمرو هاشم ربيع، الخبير بمركز الدراسات الاستراتيجي دراسات الإهرام للدراسات الاستراتيجية. دكتور عمرو صباح الخير. صباح الخير يا أسماء، أهلا بيك وبسر المشاهدين. أهلا بحضرتك. طبعا عزائنا الأسر القتلى الذين نحتفظهم جميعا عند الله شهداء بإذن الله، ومواساتنا لكل المصابين والذين تضرروا من هذا الحادث الإرهابي الكبير والجبان. دكتور عمرو، كيف ترى هذا الحادث، وخاصة إن احنا على بعد أيام قليلة من الاستفتاء على الدستور؟ هل هو محاولة لإثناء المصريين من النزول؟ نحن الآن لسنا في معرض الحديث عن كلام عاطفي فنقول هذا العمل ونوصفه بأنه كذا وكذا وهو يستحق كل الأوصاف الشنعاء، ولكن الوقت الآن هو وقت بالفعل عمل، والعمل يقتضي الآن من عدة أمور على رأسها أمرين أساسيين. الأمر الأول هو أن تعلم السلطة بشكل واضح وجازم ومعلوم للكافة أن هذه الجماعة، جماعة الإخوان المسلمين، هي جماعة إرهابية ليس لها مكان في العمل السياسي على الإطلاق. هذه ومن ثم فيجب ملاحقة كافة أعضائها وكوادرها. هذه الملاحقة لا تشمل فقط الملاحقة الجسدية بمعنى الاعتقال والضبط والتقديم إلى المحاكمة، ولكن تشمل ما هو أكثر من ذلك: مراقبة الأموال الداخلة والخارجة، مراقبة المعلومات، مراقبة إغلاق المقرات، متابعة حركة الأموال، التنصت على المكالمات الهاتفية، كلها اعتبارها كما لو كانت بالضبط كما لو كانت نازية، كما يفعل الألمان مع الجماعة النازية في ألمانيا والكثير من البلدان الأوروبية. ليس هذا فقط، ولكن هذا الأمر لا يمكن له أن يأتي أكله إلا وأن تلاحق الجماعة في الخارج. يجب أن يكون هناك تعاون مع الكثير من البلدان، أو لا أقول طبعا جميع البلدان، لأن هناك بعض البلدان مع الأسف ترعى مثل هذه الجماعة وترعى تنظيمتها، التعاون مع الكثير من هذه البلدان حتى تتم ملاحقة هذه الجماعة بشكل كامل حتى تنتهي من الوجود على الإطلاق. طب دكتور عمرو، كيف يحدث هذا التعاون، وخصوصا التعاون الدولي، وخاصة أن بعض المنظمات الدولية لحقوق الإنسان، كان لسه من يومين رئيسة هذه المنظمة قالت أن الحكومة المصرية هي اللي بتحاول تصوير جماعة الإخوان كأنهم جماعة إرهابية؟ لا، هذا يقولون ما يقول. ما انا بقول لك يا اسماء ان انت تقدري تعملي اجماع للمجتمع الدولي، لكن تعاون مع البلدان بعض البلدان التي تكون لديها درجه ما من
اليقين بأن تلك الجماعة هي جماعة إرهابية. وهنا أذكر بشكل رئيسي بلدان الخليج. بلدان الخليج كلنا نتذكر ماذا حدث في الخمسينات والستينات عندما أوت بلد حسين من هذه البلدان تنظيم الإخوان المسلمين، وكانت تساوم به وتفاوض به وتناور به جمال عبد الناصر. فنحن الآن في مرحلة عكسية، يجب علينا أن نقوم بالتعاون مع هذه البلدان في محاربة هذا التنظيم أيضا من الخارج حتى تكمل الحلقة. هذه واحدة. الأمر الثاني، ونحن مقبلون على الاستفتاء، ليس فقط الاستفتاء، مقبلون أيضا لأنه بعد الاستفتاء تبدأ الانتخابات مباشرة، سواء إذا كانت برلمانية أو رئاسية، والأرجع سوف تكون الثانية. يجب الإسراع في الموضوع والمضي قدرا في هذا الاستحقاق، ويجب أن يكون مثل هذا الحادث وخير مما وقع من قبل لا يكون إلا نوع من التحدي ليس للسلطة فقط، ولكن التحدي، وهذا هو الأهم، لفئات الشعب للمضي بالبلاد إلى اختراق هذه الفترة الانتقالية وتجاوزها والنزول إلى الشارع بكثافة، متمثلا ذلك في التصويت على الدستور بالإيجاب، وأيضا المشاركة في الانتخابات القادمة، الانتخابات البرلمانية والرئاسية، بما كل ما هو يفضي إلى تنحية هذا الفصيل الإرهابي عن الساحة إلى الأبد. لا أحد يقول لنا أنها موجودون منذ 80 عاما ومن الصعب اكتساسنا، لا، الشيوعية كانت موجودة من قبل ذلك واستمرت أكثر من 80 عاما وتم اكتساسها. فأنا أتصور. طب دكتور عمرو، حضرتك شايف أن في خطوات معينة يجب على الحكومة أن تتبعها لإدراج هذه الجماعة كجماعة إرهابية، وناخد خطوات عملية على أرض الواقع تجاه هذه؟ بالتأكيد أسماء، مجرد اتخاذ قرار بذلك، وأيضا القضاء يجب أن يلعب دور في هذا الشأن من خلال إلغاء وجود مثل هذه الجماعة بكل تنظيماتها وفصائلها وجمعياتها الأهلية. طبعا التعاون الدولي هنا زي ما سبق وأن ذكرت لك مهم للغاية فيما يتعلق بحصار هذه الجماعة في الخارج، وإن كان هذا لن يتم بين عشية وضحاها على مستوى الإجماع الدولي، ولكن سوف يكون بشكل جزئي، ولكن لا بأس من هذا الحصار أو من أن يبدأ هذا الحصار بشكل حتى يتم تكثيف منابع الإرهاب بشكل واضح وكبير. طبعا علينا دور تاني مهم أيضا، أو دور ثالث مهم، وهو تنمية سيناء. سيناء لا زالت تحوي بؤر إرهاب كثيرة من فصائل هي كانت مفرخة بشكل أو بآخر من جماعة الإخوان المسلمين، وهي كان هو معروف جماعات ليست على مسمهات على إطلاق بند الإسلام وكتائب الأقصى وإلى آخره. كل هذه التنظيمات الموجودة في سيناء لن يرضحها ليس فقط المواجهات الأمنية، ولكن الأهم من ذلك هو تنمية هذا الجزء العزيز من أرض الوطن بحيث تقضي على منابع الإرهاب، وحتى تصبح سيناء أكثر أمانا، لأن جزء كبير من ما يأتي من أعمال إرهابية غرب قناة السويس هو يأتي من شرقها مع الأسف الشديد. طبعا إن شاء الله يتم يعني عودة سيناء أولا أمنا، ثم مرة أخرى إن شاء الله يتم تنميتها. دكتور عمرو هاشم ربيع، الخبير بمركز الأهرام الاستراتيجي للدراسات الاستراتيجية، جزيل الشكر. الحقيقة كل المجتمع، سواء بقى كان في الشارع، سواء كان السياسيين رجل الشارع، وأيضا رجال الدين، استنكروا هذا العمل الإرهابي الخسيس. ومعنا ومفتي الجمهورية يدين تفجير المنصورة ويؤكد استهداف الأبرياء محرم شرعيا. أكد الدكتور شيع علام مفتي أديار المصرية أن حادث تفجير مديرية أمن المنصورة عمل إرهابي وإجرامي يتطلب اتخاذ موقف صارم ضد هذا الإرهاب الأسود الذي يطل برأسه في بلدنا الآمن، مشيرا إلى أن مثل هذه العمليات الإرهابية قائمة على الإثم والعدوان وترويع الأمنين وإخلال وسلب الأمن المجتمع وطمأنته، وأن الإرهابيين فقدوا كل المعايير الدينية
والأخلاقية. طالب أيضا مفتي الجمهورية في بيان له الشعب المصري بأفراده ومؤسساته وأطيافه أن يتكاتفوا ويتوحدوا وأن يهبوا لمكافحة هذا الإرهاب الأسود الذي يهدد أمن مصر واستقرارها، مؤكدا أن هذه الأعمال الإرهابية تستهدف الأبرياء الآمنين، الأمر المحرم شرعا تحريما قاطعا. وقدم المفتي خالص تعزيه إلى أسر الشهداء متمنيا الشفاء العاجل للمصابين. معنا على الهاتف أيضا الشيخ فضيلة الشيخ أحمد صبري إمام وخطيب مسجد مسجد سلطان أبو العلا. صباح الخير فضيلة الشيخ. أهلا وسهلا، صباحكم الله بالخير. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحقيقة كل المجتمع بيدين هذا العمل الإرهابي، وطبعا لسه حالا كنت ذكرت مفتي الجمهورية أيضا قال إن هذا العمل محرم شرعا وإن هذا عمل إرهابي خسيس. عايزة أعرف رأي حضرتك وإيه رؤيتك لهذا العمل. خليني في البداية أقدم التعازي لنفسنا ولإخواننا وأخواتنا وأهلينا في المنصورة في الحادث الخسيس المجرم اللي حصل في الساعات الأولى لصباح هذا اليوم. وخليني أقول إنه كان في زمان يعني قبل الانتخابات بتاعت الرئاسة كان الإخوان بيطلعوا ببنشط كده عريض نحمل الخير لمصر. بقول لهم دلوقتي ما شاء الله عليكم، ما شاء الله فعلا انتوا كنتوا بتحملوا الخير لمصر. الخير اللي احنا شايفينه دلوقتي في قتل أولادنا، في قتل ضباطنا، في التطاول على جيشنا، في زعزعة أمن واستقرار البلد في كل مكان، هو ده الخير اللي انتوا كنتوا بتحملوه لنا؟ هي دي النهضة اللي انتوا ضحكتوا علينا بيها؟ هي دي القواعد الإسلامية اللي احنا تعلمناها واللي انتوا كنتوا عايزين تعلموها للناس؟ هو يتحكمني يتقتلني؟ هو ده الدين؟ هو ده الشرع؟ هو ده اللي النبي عليه الصلاة والسلام علمه لأصحابه؟ ان احنا نشوف بلدنا وبقينا فرجة للعالم كله والجرائم ارتفعت بنسبة 300% بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل اللي انتوا بتعملوه فينا، بدل ما تحط ايديكم في ايدينا، بدل ما نستأصل مع بعض الاجرام ونتحول الى الات تضخ الاقتصاد اللي يغطي حاجة الفقراء ويعالج المرضى ويعلم الجهلاء علشان خاطر ما انتوش قاعدين على الكرسي تخربوا البلد وتقتلوا اولادها باي حجة وباي برهان. اذا كان سيدنا النبي محمد عليه الصلاة والسلام بيقول في الحديث المسلم من سلم المسلمون من لسانه، ركزي في الحديث مع حضرتك عشان خاطر نعلم ولادنا ونعلم نفسنا كلام النبي عليه الصلاة والسلام اللي بيوزن بماء الذهب. بيقول المسلم، والمسلم دي درجة أقل من درجة المؤمن، المسلم من سلم المسلمون من لسانه. طيب والمؤمن، فسيدنا النبي يقول بعدها على طول والمؤمن الدرجة الأعلى بقى من أمنه الناس. شوف الفارق العبارة الأولى والعبارة الثانية. العبارة الأولى المسلم من سلم المسلمون. طب ما ممكن حد يعيش في الدولة الإسلامية مش مسلم يا أخي، هنعمل له إيه؟ فيقوم النبي يقول والمؤمن من أمنه الناس سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين، من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. طب ومن هو المجاهد بقى؟ اللي بيروح زي حبارة كده عليه من الله ما يستحق من اللعنة وأتباعه ويقتلوا شبابنا اللي زي الورد، اللي راح يسلم المخلة بتاعته عشان يرجع يصرف على أبوه وأمه بعد ما أدوا الخدمة بتاعتهم ويقتلوهم بدم بارد، ويخشوا بعربية مفخخة في مديرية الأمن الساعة 1 بالليل يفجروها ليه؟ فسيدنا النبي يقول والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. مش المجاهد اللي يطلع يمسك السلاح يحوله في صدر أخيه، مش المجاهد اللي بيطلع يقتل ضابط شرطة أو أي فرد أمن. وكل يوم نسمع بلطجية بيعتدوا على أموال الناس، ولسه مبارح الخبر بتاع الضابط الراجل الأمن اللي استشهد وهو بيطارد مجموعة من البلطجية اللي سرقوا سيارة. وسيدنا النبي يقول المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب. أنا عايز أفكر حضرتك
لأنه الإسلام الفعلي والحقيقي إن أنا أشوف المصالح والمفاسد يا بلتاجي وقفت في ربعة. طب فضيلة الشيخ معلش أنا أسفة أن أنا بقطع حضرتك، لكن هؤلاء يقتلون باسم الدين، ودائما بنرى في كل الفيديوهات اللي بيصوروها التكبير مع القتل والتكبير مع التفجير، وأيضا العديد من الاستشهاديين وهم يعني المفروض أن هم شايفين أنهم هيبقوا شهداء. وجماعة أنصار بيت المقدس أمس خرجت ببيان موجه لكل المصريين أو المسلمين في مصر، وأيضا زوجات رجال الشرطة وزوجات ضباط الجيش، بأنهم المفروض ما يحزنوش على هؤلاء، لأنهم أولا عقد الزواج باطل لأنهم مرتدين ويجب القتل. مش لازم يكون في دور للأزهر في مواجهة هؤلاء بأن هو يخرج مثلا أن هو يعلن أن ده غير صحيح، أن هؤلاء تكفيريين، أن بالعكس اللي يكفر المسلم فإن ده بيرجع، يعني لازم يكون في دور في الأزهر لنفي هذا، علشان في الناس بتبقى موجهة، بتبقى مش فاهمة، بتبقى إلى حد ما لازم يوصل لهم. الحوار اللي أنا بعمله مع حضرتك ده كله، وأنا راجل اتعلمت في الأزهر وتربيت في الأزهر، هو فضح للفكر المنحرف ده. وإنت حضرتك وإنت بتقولي العبارة دي كنت بنادي على البلتاجي لما وقف وقال إنه اللي بيحصل فينا توقف في نفس اللحظة اللي يرجع فيها مرسي تاني عشان أثبت إن ده فكر تكفيري تفجيري قتل. ما هو ده دور، هو ده دورنا، دور الأزهر أهو. وبعدين تعالي شوفي حضرتك الانحراف الشاذ والضال في فكر الناس دي، ان هو بيخاطب زوجات ضباط الشرطه دول ما تحزنيش على زوجك لانه هو عقد الزواج. اي انحراف هذا؟ اي ضلال هذا؟ ده انا عندي في الشريعه الاسلاميه في فقه واسع جدا وكبير جدا ابتعدوا عنه بفكرهم الضال، فكر اسمه المصلحه والمفسده. المصلحه والمفسده حينما جاء النبي صلى الله عليه وسلم دعوة عظيمة، دعوة الإسلام، كان بيقول لاستنا عيشتي إنه لولا أن قومك حديث وعهد بشرك لهلمت الكعبة وشيدتها على قواعد إبراهيم. لكن شوف المصلحة في إنه يترك الكعبة على ما هي عليه، ومع ذلك لم يهدمها النبي عليه الصلاة والسلام، لأن المفسدة هتكون أكبر وأشد. طب إيه رأيكم في المفسدة اللي أنتوا بتعملوها دلوقتي في الدماء، والدماء المعصومة اللي ربنا حرمها، اللي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وقف وقال إنه لهدم الكعبة أهون عند الله من دم امرئ مسلم بغير وجه حق؟ إزاي هطلع أقول للناس وأقول لزوجات ضباط الشرطة قول لهم ما تحزنوش والنبي عصم دماء الناس كلها مسلمين وغير مسلمين؟ ازاي بهين كرامة الانسان وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من اهان سلطان الله اهانه الله؟ سلطان ربنا يعني ايه؟ يعني راجل الامن، يعني ضابط الشرطة، يعني ضابط الجيش اللي بيحفظ امن العباد والبلاد. بالله عليك اي اهانة اعظم من القتل ويطلع واحد مجرم منحرف؟ بالتأكيد بالتأكيد فضيلة الشيخ لا يوجد أعظم من القتل، وحضرتك يعني ذكرت العديد من الأحاديث النبوية الشريفة اللي بتؤكد ذلك، ويا رب الكلام ده يوصل للناس، ويا رب الناس تفكر، ويا رب الناس إلى حد ما يعني ربنا يهدي الجميع الحقيقة. وهدم الكعبة فعلا يعني أهون من دم مسلم. فضيلة الشيخ الإمام أحمد صبري إمام وخطيب مسجد سلطان أبو العلا، جزيل الشكر لحضرتك. وأنا مشاهدين الحقيقة أنا لازم برضو أتأسف، لأن الواحد طبعا حالته يعني هتلاقوا فيه يعني سقطات أو ما شابه، فأرجو أن أنتوا تعذرونا النهاردة لأن طبعا الحدث جلل. معنا على الهاتف أيضا اللواء مجدي البسيوني الخبير الأمني. سيادة اللواء صباح الخير. صباح الخير يا ستي، أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. بعد هذا الحادث الإرهابي الخسيس، حضرتك شايف توجيه هذا الحدث في هذا التوقيت على وجه التحديد، وذلك قبل أيام قليلة من الاستفتاء؟ وطبعا يعني أقول إيه تعليق، أقول إيه، الحدث يعبر عن نفسه وعن جسامته. وبس في ملحوظة صغيرة معلش بدون يعني فضل. مش نغمة، تعليق بسيط صغير كده على حاجة قلتوها في الكلام، بأن هدم الكعبة
اهون عند الله من دم مسلم، لا من دم بني ادم، مسلم او مسيحي ايا كان، يعني مش دم المسلم بس او مسيحي كمان. اما عن الحادث يا سيدتي الفاضله، هذا الحادث لا شك انا لسه لم تتبول الظروف بتاعته ايه، عربيه مفخخه والى اخره، ولكن يشير الى ان العبوه عبوه كبيره جدا المتفجره، يمكن تزيد عن نص طن. يبقى هنا التساؤل بقى، العبوه دي هل في عربيه بتنقلها؟ كانت عربيه مفخخه اكيد، هل بتنقلها مثلا من جايه من القاهره او جايه من سينا او جايه من؟ ابدا، لابد وان يكون، لابد، ده اعتقادي او ظني، وقد يكون في محله، ان يكون المجرم والتصنيع ونقل العبوه قريب من الهدف نفسه، عشان ما امشيش اعرض نفسي مسافه كبيره شايل شيله وبلوه زي دي، فهيكون قريب، يعني هيكون في المنصوره وفي محيط الهدف، يعني في محيط مديريه الامن. ازاي؟ يبقى في اذا كانت عناصر اجنبيه، انصار بيت المقدس او حماس او الى اخره، ومعاهم اخرين من هنا، هيبقوا مستاجرين شقق مفروشه. هذا هو التحذير، وده اللي انا بلوم فيه الامن. الامن شايل جهد، الامن بيعمل يعني بذل مجهودات عظيمه جدا وفي المظاهرات والى اخره، ولكن هل هذا الحدث مفاجئ؟ مش مفاجئ، جميعا نتوقع بالظبط. سياده اللواء، انا كنت لسه هسال حضرتك، حضرتك شايف كخبير امني، شايف ان هناك تقصير في تامين مثلا المنطقه، وخصوصا ان احنا عارفين ان في بعض المناطق مستهدفه وخاصه في هذا الوقت على التحديد؟ مش تقصير في تامين المديريه، قد يكون التامين على اعلى مستوى، تامين المديريه ذاتها قد يكون على اعلى مستوى، لكن مش هي دي السياره المفخخه بتاخد كل حته، كل خطه التامين بتاكل، لكن اعدادها بقى، اللي هي اعدادها والعناصر اللي موجوده جايين منين، التصنيع ده اكيد واحد في كليه الهندسه او مهندسين او الاخر. يبقى انا بلوم الامن او التقصير مش في تامين المديريه، في الاجراءات اللي هي ما قبل الحادث، الاجراءات الجمع المعلومات في المنصوره نفسها، الشقق المفروشه. بح صوتي يا سيدتي عن ضروري تفعيل تمشيط الشقق المفروشه، احنا عندنا عناصر جايه من فلسطين وعناصر من حماس وعناصر من مثل المقدس ومن ليبيا، لا شك في هذا. الشقق المفروشه من سداح مداح، مفيش حاجه اسمها هدخل شقه مفروشه هقيم فيها وهصنع فيها البلاوي دهيه ومحدش داري بالدنيا. هو ده الاجراء الامني الاهم، وبقولها يا حكومه اصحي، اعملوا معروف، قانون، في قانون ايضا لحاجه زي كده، لابد ان تفعل والمعلومات تبقى المعلومات المسبقه. اما تامين المديريه، انا واثق ان كانت مؤمنه كويس جدا، بس مش هو ده، لو سيارتين مفخختين هيخشوا على اي تامين مهما كان، لكن ما قبل التامين، ما قبل تامين الهدف نفسه، ده اللي انا بقول ان هناك تقصير من الامن فيه، خصوصا في هذه الايام احنا عارفين ومتوقعين هتحصل بلاوي، بتحصل بلاوي تلطيش، لانهم افلسهم، لانهم عاوزين يعكروا صفو البلد، عاوزين ينفذوا تحديداتهم، عندهم كل الامور اللي حصلت لهم مش هينه، من قبض قيادات على قيادات وحبسهم واصبحهم بيلطشوا. الحاجه الثانيه حذرت برضه، لابد شوف اهو لحضرتك، انا بقترح من اليوم يا حكومه حتى اول فبراير تصدر قوانين ولو مؤقته. قلت الموتوسيكلات وما قلت ما يركبش اثنين على موتوسيكل، لانها هنبتدئ بقى بضرب النار من واحد اللي راكب ورا يضرب ويجلب الموتوسيكل اسهل منه، تحرمها. موتوسيكلات لوحه معدنيه تصاد من غير لوحه تصادر، الشقق المفروض زي ما قلت لحضرتك. الحاجه الثانيه كمان اللي انا بحذر منها وبقولها اهو، انتشار الموتوسيكلات اللي شايله لي صناديق ورش، عرفني ان دي الدليفري ولا شايله سندوتشات، ممنوعه. الدليفري يطلع على عجله، يطلع على عجله، بقول ممنوعه لمده شهرين اثنين لغايه اول فبراير، حتى تمر 7 يناير 14 15 25 بسلام.
مش بنهزر، ولا بد من اجراءات مشدده. طب سؤال اخير سياده اللواء، بس انا اسفه بس للمقاطعه، لكن بيقول التفجير حدث عن طريق عن بعد، يعني عن طريق كما قيل في وسائل الاعلام او من خلال الاخبار، يعني ان هو تم عن طريق الريموت كنترول او عن طريق هاتف. معنى كده ان العربيه كانت راكنه، يعني ما كانتش، ما حصلش اقتحام من العربيه للتامين. انا بقول لحضرتك، طب حضرتك مش شايف ده ان نوع من التقصير ايضا في تامين المنطقه؟ اصل المديريه في وسط البلد، فيعني على الكورنيش على طول على النيل، هياخد مسافه قد ايه علشان يمنع ركون ركن العربيات؟ ده شوارع، وده شارع عام، يعني بياخد محيط مناسب، وبعدين بتوقف العربيات بتاعت الاهالي. لو جت النهارده بقى عشان تفضي محيط المديريه، انقلوا المديريه بتاعتكم بقى في حته فاضيه بقى، ما تزنقوش على الناس، شيء طبيعي. ما من قسم شرطه وما من منشاه الا في وسط مساكن وفي وسط شوارع، لو فضم انا بقول ايه؟ انا بقول ما. وبعدين هنا دوريات تمشيطيه، لو في عربيات مجهزه باجهزه بكشف المتفجرات وتلف دايما حوالين مقر المديريات والاقسام، تكشف من على بعد ان في عربيه راكنه وتلتقط الموجه بتاعتها ان فيها متفجرات، ليه لا؟ المنع زي ما يعني ده ممكن، ده ممكن. طب لماذا لا يتم تطبيقه؟ يعني احنا دايما بنلاقي فعلا اللي هي البوابات اللي بتبين المتفجرات او مشابه، ده ممكن يكون من خلال عربيه او من عربيه دوريه. ممكن تكشف عن المتفجرات لو كانت موجوده في عربيه راكنه او مشابه، على طول يتعامل معاها. خصوصا يعني احنا عندنا شهرين بس، هم عايزين يلعبوا في الشهرين دول. اركز في الشهرين دول زي ما قلت على كل ما ذكرته، من شقق الى موتوسيكلات الى ديليفري الى عربيات مفخخه الى تجهيزات تكنولوجيا. احنا النهارده في عصر التكنولوجيا، المرور المستديم خصوصا في الاوقات المتاخره من الليل وفي الاماكن المستهدفه، لان احنا ما بنفاجئش، دول بيهددوا والتهديد قائم. لكن ان نتركها كده لا، يا حكومه دعم الامن، يا حكومه فعالي شوفي قوانين صالحه لتامين البلد ولو مؤقته لمده شهرين، ولو اضطررتي الى اجراءات استثنائيه، ولو اضطررتي الى تفعيل قانون طوارئ تاني، واللي مش عاجبه يسيب البلد ويطفش. لا لا، امن قومي، امن البلد. هو ده كلام؟ 100 مصاب ولا 12 13 قتيل ورعب وهو الى اخره؟ لا، ربنا يرحم شهدائنا وان شاء الله يشفي كل المصابين. سياده اللواء مجدي البسيوني الخبير الامني، جزيل الشكر. مشاهدينا نخرج لفاصل ونرجع سريعا لمتابعه المستجدات مع الاحداث وهذا الحادث الجلل، هذا الحادث الارهابي الخسيس. فاصل ونرجع. نريد حشدا للدستور يبهر العالم ويوقع الرعب في قلوب الإرهابيين. للدستور يبهر العالم ويوقع الرعب في قلوب الإرهابيين. اخرجوا جميعا أيها الشعب المصري لصناديق الاستفتاء لنري العالم كله شرقه وغربه، ولنري من أراد أن تسيل دماء أبناء مصر على أرض مصر، ولنري من في قلبه ذلك الحقد الأسود الأعمى،
لنريهم من هم المصريون، لنريهم من هم المصريون.